الله. طب احنا فاضل لنا 10 دقايق، عايزين نوري الطاقة اللي نقدر نستثمرها في علاقة الجواز والحب، ونبعد الحاجات، او تعالي نقول الحاجات الغلط اللي بنعملها اللي بتتسبب بقى في الانفصال. ماشي، خلينا نقول كده في البدايات، في معلومة عايزة اقولها لكم. الناس اللي احنا بنجيب دبل الجواز وبنكتب عليها اسماء بعض، اسماءنا، الجديد انه بقى يحطوا التاريخ، شيلوا التواريخ من الدبل خالص، ليه؟ الاسم بس. اوكي. ال ال الارقام ليها طاقة، ساعات تكون جيدة وساعات تكون مش جيدة. انا مبقاش عارفة الرقم ده ايه، يعني انا بقعد اعمل له حسابات عشان اعرف هو جيد ولا غير جيد. تجمعته نحترس ونحذر وما نحطوش. اكتبوا يا جماعه الاسماء، اوكي، ويا ريت يا ريت التحذيرات اللي قلنا عليها في الاسماء، يعني لو اسم اخره همزه نشيله، ان نجلاء تبقى نجلاء، نكتب نجلاء. تمام. ت المربوطه نخليها الف. كل ده انتوا عمالين تفتحوا ايه في طاقات. الحاجه الغلط اللي بنعملها، لازم قلنا قبل كده في الزعل ما نزودش الزعل، ونزود المشاكل. نعكس